تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا بإمكانكم المشاركة من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل. المشاركة طبعا بتعليقاتكم، بآرائكم، باستفساراتكم، أيضا المداخلات بشأن القضايا التي نطرحها في هذه الحلقة من البرنامج. اليوم الموضوع سيكون عن الانتخابات القادمة، هذه التحالفات الجديدة، التحالفات التي انعقدت ما بين ميليشيات وما بين رئاسة حكومة، ما بين شخصيات تحسب على وسط معين، على الوسط السني إذا صح التعبير، تنخرط في تحالفات جديدة تحت رعاية قاسم سليماني الجنرال الإيراني، طبعا المعروف ولا يخفى عن الجميع. كذلك بالنسبة لتصريحات سياسية مثيرة للجدل متعلقة بقضية إجبار الناس على الذهاب إلى صناديق الاقتراع ولو بالقوة، كثير من المواضيع سنتحدث بها إن شاء الله في هذه الحلقة. كذلك سنتحدث عن جانب أمني مهم جدا وخطير كذلك في العراق، وهو جانب الوضع الأمني، التفجيرات المتكررة التي تحدث تضرب العاصمة بغداد اليوم. هناك تفجيران ضربا بغداد، حصيلة كبيرة حقيقة من الضحايا ما بين قتلى وجرحى، وضعف أمني واضح في العراق بشكل عام في كل مفاصل الدولة، ولكن نركز أيضا في على هذا الجزء طبعا بالنسبة للتفجيرات، الأسباب لماذا في هذا التوقيت تحديدا، ومن المستهدف من هذه العمليات. في البداية نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. اكو في الوقف السني والوقف الشيعي، اكو مخصصات خدمة المذهب. خلي يسمعني الشعب العراقي، 200 مليار للوقف الشيعي، صفر للوقف السني. شنو ما اعرف والله. الموازنة الاستثمارية، نحن هسه واقع حال، ايهما تضررت يعني المساجد، المدارس الدينية، المناطق السنية اكيد نور الارهاب. 2 مليار للوقف السني، 49 مليار للوقف الشيعي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا في بدايه هذه الحلقه بامكانكم المشاركه من خلال ارقامنا التي تظهر اسفل الشاشه امام حضراتكم، او حتى من خلال الرقم الخاص بقناه الرافدين بالنسبه لخدمه الواتساب التي طبعا بامكانكم ان تشاركوا من خلالها عبر هذا البرنامج وعبر كل برامجنا التفاعليه التي تقدمها قناه الرافدين. الرسائل سوف تقرأ طبعا بالتتابع، وأيضا سيكون هناك اتصالات إن شاء الله حتى نوازن ما بين الموضوعين. نبدأ بقضية الانتخابات. طبعا الموضوع أنه هناك تحالفات جديدة، تغيير أسماء بنفس الوجوه، وأكيد حتكون نفس السياسات، تغيير للأسماء، تغيير لشكل الحزب، ربما الشخصيات اللي كانت منضمة في حزب سابق اختلفت عن الحزب الحالي، ولكن هي نفس الوجوه الموجودة في العملية السياسية الحالية تحت أسامي تضحك المجتمع العراقي. النصر، يعني طبعا النصر هو أبرز التحالفات التي يريد العبادي أن يشكلها وغيرها طبعا مع الميليشيات. وبالنسبة لهذه النقطة تحديدا، عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي قال بأنه مندهش من الائتلاف الأخير بين العبادي وقيادات في ميليشيات الحشد. أيضا برر موقف العبادي أو موقفه من ائتلاف العبادي مع قيادات الحشد أن رئيس الحكومة تحدث عن ضرورة عدم مشاركة الحشد في الانتخابات، هذا كان في السابق، الآن يتحد معهم في ائتلاف انتخابي واحد. أيضا أكد المطلبي أن نور المالكي لا يطمح لتولي منصب رئيس الحكومة المقبل أو العودة للسلطة من جديد. هذا بالنسبة للنائب عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي الذي يبرر طبعا هذا الكلام. الجميع يعلم استقتال المالكي وهو واضح طبعا أن يعود إلى السلطة مرة أخرى، المشاكل التي أثارها عندما ترك المنصب، وحديث السياسيين الذين يقولون بأن هناك دولة عميقة تدار. هذه الدولة باعترافات المالكي باعتباره أنه هو أبو الميليشيات وراعي الرسمي لهذه العصابات المسلحة، وهو الذي قام بتشكيل أغلبها ورعى ودعم وتحالف مع كثير منها،
وهذه هي هذا هو نموذج الدولة العميقة، العصابات، الابتزاز، الخطف، السرقات، الفساد، هذه هي أشكال الدولة العميقة، السيطرة على السلطة، التوغل بالمؤسسات الحكومية وغيرها. إذن هناك يعني نظرة إلى حيدر العبادي بأنه قال في بداية حديثه طبعا بالنسبة للانتخابات بأن الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للقائد العام للقوات المسلحة محصورة بالدور العسكري، لن تشارك بالانتخابات، لن تدخل للعمل السياسي. رد بعد ذلك طبعا تذكرون الميليشيات التي قامت بالرد على حيدر العبادي، أبرزهم طبعا قيس الخزعلي، والذي تحدث بكل صراحة، قال بأنه نحن قدمنا دماء على الأرض، لن يأتي صاحب ربطة العنق والبدلة الذي يجلس في بيته في مكان مكيف أن يأخذ المنصب أو يأخذ منا هذا النصر. طبعا هذا كان ملخص أو رسم لمعالم مرحلة قادمة تنذر طبعا بدخول الميليشيات للعمل السياسي. إذن ميليشيات تتحالف مع رئيس السلطة، ميليشيات تعمل خارج إطار القانون، تتحدى الدولة، تتحدى السلطة، تتحدى الأجهزة الأمنية، تقوم بالانتهاكات، مع ذلك تتحالف الآن مع رئيس السلطة الذي لم يحاسب أي نفر منهم على أي انتهاكات قاموا بها. يتحالفون الآن مع بعض في مرحلة انتخابية قادمة في شكل جديد، يعني باختصار الله يستر على العراقيين من هكذا تحالف يمكن أن يتم. معنا السيد حسن من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبا أشكر كادر القناة ومشاهدين قناة الرابدين. حياك الله. الله يحييك يا أخوي. بالنسبة للتحالف والعبادي، هذه يعني مسألة هتتكرر مكررة، وهي كلها الكلام كله يدور إيران هي اللي تسير الأمور، وهي التحالف على أنقاض الشعب العراقي الذي يعني يصعد في المخيمات، وهذا كله تم يتي من الجوع، وراح يعيدوهم على مود الانتخابات، وإذا فازوا لا يبقى أحدا منهم، مستحيل. هذا مخطط إيراني فارسي عنصري حاقد على الشعب العراقي يا أخوي. فهذول تحالفهم يعني هذا يجيب من هنا هنا يجيب، وهم معروفين للشعب العراقي يعني معروفين. ما هي المشكلة يا سيد حسن، أنه معروفين للشعب ومعروفين أنهم فاسدين ومعروفين أنهم حرامية، ومع ذلك يأتي المواطن حتى لو مو بالإجبار، بعض المواطنين، هناك فئة بالمجتمع مقتنعة بفكرة الانتخابات، مقتنعة أنها يجب أن تذهب لصناديق الاقتراع لتؤدي هذا الواجب، وتختار شخصية للأسف الشديد تتورط هي والمجتمع العراقي بشكل عام بها. نعم أخي، لكن المشكلة أشني، المشكلة لمن ينتخبوهم يغروهم بالمال بالمال، واحنا راح نسوي كذا وكذا 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 وكله لا شيء. واذا حصل يعني اسعنت اشوف اسعت لحد اسعت، ويمكن قبل يوم راح تصير كوارث على السلطه، كل من يقول انا ولكن 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 الامر يجي من طهران 1 2 3، وهذا الشغله يعني معروفه، ولكن نسعت في الوقت الحاضر المال سيد الموقف. الناس يعني فقراء يا أخوي، وهذا يمدهم بالمال. يعني مثلا واحد خلينا نفهم، واحد بيته تهدم وتشرد، واحد بيته تهدم من القصف وتشرد وخسر كل أثاثه والذهب والفلوس، إيش قد يعوضه؟ يعني الفلوس حضرتك تتكلم عن المال، المال مغري، إيش قد تحتاج الدولة تدفع لهذا الشخص حتى ترجعه إلى حياة المرفهة، حياة اللي كان ينعم بها بأمان وكذا؟ إيش قد تريد تدفع له؟ نعم، بدون مال، بدون مال، ولكن إغراء. نحن راح نسوي كذا، يسووا لهم مثلاً هم ميتين من الجوع، أموالهم راحت النهبت، كذا كذا، راح يقولوا لهم يابا إحنا معاكم مثلاً، وهاي كذا يعني مثلاً مواد غذائية رمزية أمام الجميع، وإحنا بكرة راح نسوي كذا على مود بس يأخذون أصواتهم، وبعدين يعوفون ميتين من الجوع
طيب. ولا يسألون عليهم ما ويتمنون أن يموتون هاليوم قبل يوم. شكرا سيد سيد حسن من الموصل، وضحت الفكرة. نستمع إلى رأي السيد أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد، إذا تنظر إلى بداية الغزو الأمريكي للعراق وكيف هيئوا الأجواء للميليشيات الطائفية، كيف حكموا؟ نعم. يعني طبعا السيستاني مثل ما قلنا لا يظهر لا شريط صوتي ولا فيديو حتى واحد يقيم صوته، هذا أمر انتهينا منه. لا لا، أنا ليش أذكر هذا يا أخي؟ إذا تتذكر يعني قالوا طبعا أنصار السيستاني أو أتباعه قالوا إن المرجع السيستاني يقول من لا يذهب انتخابات سيدخل جهنم، وقالوا صحيح. أيضا له فتوى، تتذكر هذا. نعم. وأيضا قالوا تحرم عليك زوجتك، وصلوا لمرحلة أنه تحرم عليك. نعم. زوجتك. نعم 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 نعم. ثم قالوا إن المرجع يقول صوتوا فقط للقائمة الشيعية بقيادة الجعفري والحكيم وغيره، تذكر هذه؟ أنا صحيح. أذكر هذه الأشياء. نعم. نعم. قال ومن جهة مثل ما قلنا التناقض، لما لا يظهر لا شريط صوتي ولا يظهر، وأيضا يقول إن عندما يعني قالوا إن المرجع يقول إخواننا السنة، لا تقول إخواننا السنة بل قولوا أنفسنا. إذا ما في هناك تفرقة بين السنة والشيعة والسنة أنفسكم، فلماذا هل أنا قصدي شنو هذا التناقض؟ من جهة يقول لا تقولوا إخواننا السنة فقولوا أنفسنا، ومن جهة يقول صوتوا فقط للقائمة الشيعية. وعندما حصلت إخفاقات أيام الجعفري قالوا إن المرجع السيستاني لا يدعم الجعفري، لا يدعم قائمة الجعفري. نعم. فيعني يظهرون أنه منزه لا يعمل خطأ. فقصدي والمرجع السيستاني لا يدعم الفاسدين، وهو يرفض أن ترحل هذه السلطة، لا يدعم الفاسدين وهو ينظر بالفساد أمام عينيه، وأيضا لا يتحرك ولا يصرح. يعني كيف؟ طيب. أنا حابب أسأل حضرتك بموضوع الآن. نعم. الآن هناك تحالف ما بين حيدر العبادي وما بين الميليشيات، ميليشيات الحشد انضمت إلى العمل السياسي، تريد الانضمام إلى العملية السياسية. حيدر العبادي أعلن تحالف معها من أجل كسب الأصوات، لأنها الآن لديها قاعدة، طبعا قاعدتها إن كانت بالأفراد المقاتلين أو إن كانت بالمغفلين الذين يتبعون هذه العصابات، فلديها قاعدة. نقصد حيدر العبادي يريد استغلال موضوع الحشد الشعبي في الانتخابات القادمة، كيف ترى التحالف القادم؟ أخي الكريم، ما يجري في العراق يعني حتى إذا عندما يعني كان أياد علاوي على أساس يحكم العراق، أياد علاوي صرح شخصيا قال الأمريكان يريدون رجل يكون مرغوب لدى الإيرانيين وأنا لست مرغوبا لدى الإيرانيين. فالآن تعرف الذي يعني يدير العملية السياسية هم الإيرانيين، يتحكمون على أرض الواقع في العراق. ويعني حيدر العبادي عندما يتحالف مع هادي العامري، وهادي العامري شخصيا يقول يعني في عنده شريط صوتي، في عفوا شريط فيديو يقول يعني الإمام إذا قال حرب حرب وإذا سلم سلم، فهو إيراني بامتياز. نعم. وتعرف يعني أيضا رأينا وسمعنا وشفنا أنه هناك شاحنات يأتي بأوراق انتخابية مزورة من إيران باتجاه العراق، وثم يعني حاصروا المدن السنية ومنعوا أهل السنة كثير المشاركة في الانتخابات، ثم أجبروا ثم قالوا لأهل السنة أنتم شاركتم في الانتخابات فعليكم أن ترضوا بنتائج الانتخابات، أنتم أقلية ونحن أغلبية. فهكذا سوف يزور مرة أخرى. وأيضا بل حتى وصل الموضوع إلى الإتيان بالموتى، الإتيان بأصوات الموتى. يا أخي الكريم، هم راح يعملوا كل شيء، هم الآن هم يعني الناس يقيم جرائمهم صورة وصوت. نعم. وتصريحاتهم يا أخي. طيب. الكريم، الناس يقيم فرح يعني العملية. طيب أرجو منك أن تبقى معي يا أبو عبد الله، أنا عاجبني تعليقك على فيديو سنعرضه، حنعرضه للمشاهدين الكرام. مشاهدين الكرام، فيديو لأحد عرابي الاحتلال موفق الربيعي، طبعا الفيديو كنا قد عرضناه سابقا في إحدى نشراتنا الإخبارية، ولكن لنذكر به حديث النائب موفق الربيعي عن قضية الانتخابات القادمة وما الذي سيفعله السياسيون، فنشاهد. لا يمكن تغييره، لا نوافق على تغييره مهما كان،
ولازم تجري الانتخابات ها بعي ثمن. إرادتنا السياسية إرادة قوية، ما نسمح أنه تروح يعني عملياتنا السياسية أدراج الرياح، ما نسمح إطلاقا ولا يمكن. لو نجيب الناس بالقوة ونقعدهم ها هم انفعل طبعا موفق الربيعي، ما نسمح إطلاقا بزوال عملياتنا السياسية اللي تعبنا عليها وبنيناها. طبعا تعرف مجهودات سيد أبو عبد الله، تعليقك على هذا الكلام، نجيبكم حتى لو بالقوة. أخي الكريم، هم راح يجيبهم، نعم يعني كل هذا القتل والتهجير سوف يعني يأتون بالناس بالإجبار بالإكراه بالقوة، فيعني راح يعني نرى نفس الشيء، نفس الفاسدين نفس المجرمين نفس القتلة يحكمون العراق. و يعني أنتم شفتوا يعني حتى مالكي عندما يذهب إلى طهران لا يرفع علم العراقي، يعني يجلس مع خامنئي بدون علم عراقي ولا يلبس الكرافتة، بينما يذهب إلى دول أخرى يعني تشوفوا معاه العلم العراقي. فهذا دليل واضح أنه يعني خدم لدى الإيرانيين، هو الربيعي وغيرهم. شكرا أبو عبد الله. معنا السيد سامي من بغداد، تفضل سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حضرتك حياك الله. الله يسلمك. والله يا أستاذ محمد يعني راح سنوات عجاف على العراق، وخلي قاسة يعني شوف سبحان الله على هذي يعني راح تجيهم سنوات طلب يعني راح الفقير راح يصير عفقر يا أخي الحديث، خاصة خطوط الجنوب. إحنا طبعا كتبوا من اعتقلت وما بي أرجع الواحد إذا يريد يسويهم متنقلين لو شيلك خربوها على قصر جاروا يا أخي العزيز وخبت الوية ذكرات وسواهم لهم أبي سلمة ولهم الرجال. بس يا أخي الشيء المقرف المقزم يا أخي هسه من بيطلعون القنوات الإيرانية اللي تدار من العراق، تصور شوف شلون نزعوا جلود القتل والإرهاب والسرقة وهسعون على أساس صاروا مدنيين على أساس. سيد سامي، هسه احنا بمرحلة قادمة، مرحلة يعني تنبئ بكوارث ربما قد تحل على العراقيين أكثر من الوضع الحالي. السبب أنه في السابق كانت الميليشيات بغطاء يعني وحصانة، ولكن هي كانت بعيدة عن السلطة. الآن عندما تدخل إلى السلطة ستشرع قوانين، ستكون قادرة على الضغط على البرلمان، سيكون هناك نواب، ستكون ربما في إحدى المناصب الوزارية قادة هذه الميليشيات. منظمة بدر تسعى ليكون هادي العامري هو رئيس الوزراء. تخيل شكل العراق إذا دخلت هذه النماذج إلى العمل السياسي، إلى العملية السياسية في العراق، ما الذي يمكن أن تفعله؟ لا عمر، إحنا كلام أمام الشاعر يا خليل، إذا نقول له شكل إحنا طلع لي واحد من هؤلاء خريجي سوق مغربي عنده بالطهران وعنده يعني ناس البلد بيشن بني يا والله يعني شلون أذبح؟ أنا حابب أقول لك أشقق يدوم غير واحد البلد من يبنى غير من ناس السامعين العمداء صناعين قام أجي يجيب هذا سيد مراد وجماعة كلهم قتلوا دول ثلاثية وبعدين أجي خيرهم أكو شيء مثلا أخوي يا أخي شوف منطقة وياهم باع على ما حتى دول يبقون إلى يعني إلا ما في هالمجال بعدين السنة فد مرة روحهم تطلع وبعدين نجم عليهم مجمع نفتح دابهم يا أخي انضموا إليهم هذا الحرامي الأكبر هذا الحكيم وماتين على أساس هم أني وياكم وبعدين وياهم جابوا الجعفري وذاك الشهر الثاني الشهر البلد هذا يا أخي شلون يعني هذول شنو فلاح أملاك شنو. طيب الحل سيد سامي، الحل هسه احنا بدنا نحكي بمشاكل بس نريد نعرف الحل شنو يا أخي الحل شلون حتى العراق يخلص من ذولا. لا يا أخي أنا أقول لك الصراحة يعني لأن هكذا ذولا فج مرة أمعنوا بالمسألة وما ما يشترون إحنا السنة الفلس أحمر والله ما يشترون الشعب كله حش يعني مع احترامي للجميع، هم ينظرون للسني وينظرون للشيعي على حد سواء، بالنسبة لهم اللي عارض يقتل أو يعني يعتقل أو يختطف أو يهجر ما تفرق عندهم. اتهموا شيعة دول السياسيين الشيعة، اتهموا أبناء محافظاتهم الوسط والجنوب، قالوا عليهم دول خلايا نائمة وإرهابيين ودواعش، لأن قالوا كلا إيران.
استاذ محمد احنا بس احنا الصوت علينا اكثر صحيح واخو وش اسمه يعني صدق ادونا يعني صراحه صحيح. يعني هؤلاء المفروض كل سني موجود بالبرلمان يخرج يطلع يا اخي لان هذول هم كانوا نفس الشيء راح يبلع يعني اذا كانت ماخذين يعني اذا احنا حسب ما كلامهم ومع ابوه هو يقول لك احنا 70% وانت السنة 30 يعني راح نصير وراء الاربع خمس سنوات من هالمجرمين الجايين الاخرين راح نصير 20 لو 10 راح نصير احنا مثل المسيحيين لو مثل الصابية لو شيء لو كذا اقل يا اخي الو اسمعك سيد سامي نعم تفضل شنو فائدة هذا يعني انظر مثلا شوف هذا مثلا الويزي زين ماكو سني نيابي ما سبه شنو لان والله مسوي له حزب طلع خلص من هجوم النزيفي لو شيله كذا طلع على اساس صار يعني عام مال شيء وهسه ما قاعدين يطبق وياهم شنو يعني ما اعرف انا وين هؤلاء يعني خلينا نقول يعني عمو احنا عزونا زين وين اهل الوسط والجنوب وين هذول الصناعيين وين هذول الشيعة الخارج وين صاروا يعني نعم سامي أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. الظلم الذي يقع على المحافظات الغربية والذي وقع طبعا وهجر ملايين دمر مدن دمر منازل ومساجد ومدارس ومؤسسات حكومية وبنية تحتية فرق الشعب بين بعضه البعض. الظلم الذي وقع على العراقيين في المحافظات الغربية طبعا هو أضعاف ما يقع على أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية، ولكن لا يمكن أن نقلل من شأن الضرر الذي يقع على العراقيين في الوسط والجنوب العراقي. لا نقول شيعة ولا سنة، دعونا نتحدث عن العراقيين أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية. الضرر الذي يقع عليهم من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية ضرر أيضا ليس بقليل، لا يمكن أن نقلل من شأنه، ضرر واضح وموجود. الخدمات والفقر والبطالة والأكل من المزابل وغيرها والنوم على الأرصفة، وعرضنا كثير من هذه المقاطع. ولكن أهالي المحافظات الغربية العراقيين الذين يتواجدون في هذه المحافظات والذين معظمهم الآن في المخيمات ينتظرون لحظة أن يتحرك المجتمع الجنوبي للعراق، مجتمع الوسط والجنوب، هذه العشائر، القبائل، الشرفاء الذين يمكن أن يخلصوا هذا المجتمع من هذه الطغمة، لأنهم هم الذين يقدرون فقط الآن في هذا الظرف على مواجهة الميليشيات وعلى مجابهتها، على اعتبار أن هذه الميليشيات وهؤلاء السياسيين يتحدثون ويقولون بأنه نحن أبناء الوسط والجنوب، نحن خرجنا من هذه المحافظات، إذن أهالي هذه المحافظات يمكن أن يتعاملوا مع هكذا أشخاص. مشاهدينا الكرام بالبداية نذهب إلى فاصل قصير ونكمل الحديث بهذه الحلقة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا أحد المشاركين يخشى ربما على حياته على نفسه من الضرر، سنقرأ رسالة له إن شاء الله بعد قليل، وهو إن كان يسمعني عليه ألا يذكر اسمه، يذكر اسم يعني وهمي حتى يكون هو بعيد عن هذه الشبهات. فقط هناك قصة بالنسبة للانتخابات القادمة، ما الذي توزعه بعض الشخصيات؟ نسمع رأي السيد أبو راشد من عمان، تفضل. تحية لك يا أخ محمد والمشاهدين المحترمون. حياك الله. عمرك أنا ودي أوضح نقطة مهمة بعد التصويت على الانتخابات. أعتقد أنه راح يكون في تأجيل يوم الخميس القادم لمدة 6 أشهر حق الانتخابات. أما في انقسام الكتل الشيعية هي تتبع إلى مرجعيات، هذه المرجعيات من طال عمرك تدعم اللي هي العبادي أو المالكي أو الصدر. نعم. هنا مشكلة، إنها مشكلة الإخوان الشيعة أنهم لهم مرجعيات يخسرون فيهم. أبو راشد حضرتك ذكرت اسم. نعم. ذكرت اسم نحب نركز عليه شوية، مقتدى الصدر. مقتدى الصدر يقول
أنه التحالفات الانتخابية الجديدة اللي هي العبادي ويا الميليشيات، خالد العبيدي ويا قاسم سليماني، يعني قاسم سليماني أقصد إشرافة، يعني هذه التحالفات أو هذه الرعايات التي تتم ميليشياوية، يقول عدها يعني مقتدى الصدر عد هذه التحالفات تمهيدا لعودة الفاسدين مرة أخرى. شو يمكن أن تفهم من تصريح مقتدى الصدر؟ يحكي على الفساد صار لسنة سنتين وهو مشارك العبادي ومشارك الفاسدين بوزراء ونواب. أخي محمد، بالنسبة حق مقتدى الصدر متقلب، إنه هو كان على ما أيام منطقة الخضراء ومظاهرات الصدريين وكذا وقتل ما قتل من الصدريين، وكان واعد العبادي بأنه يكون المتحالف مع القوة الصدرية، ولكن بعد هذا الأوان البارع لما اختلفت الرؤية بين الصدر والعبادي بينات في مشكلة راح تصير بالعراق في الأيام القادمة، وهذه الرؤية بينت من اتخذ القرار الأمس. يعطيك العافية. شكرا أبو راشد، أشكرك شكرا جزيلا. الخبر طبعا بالنسبة لموضوع قاسم سليماني من صحيفة الأخبار اللبنانية والمقربة من طهران، تقول أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني يسعى لتذليل العقبات التي حالت دون إعلان تحالف حيدر العبادي وميليشيا الحشد، يحاول أن يعني يجد حل لهذا الموضوع. الصحيفة ذكرت أن سليماني يسعى إلى حل الخلافات بين أطراف عراقية، وأكدت الصحيفة أن مشهد التحالفات الانتخابية في العراق مغاير لما أنتجته النقاشات الأخيرة بين العبادي وميليشيا بدر التي يقودها هادي العامري لتشكيل ائتلاف أطلقوا عليه اسم نصر العراق. أيضا تقول من المرتقب أن يلتحق زعيم تيار الحكم عمار الحكيم بما وصفتها في طبعا التقرير سفينة نوح في إشارة إلى تفاهمات سياسية ائتلافية تسبق عقد الانتخابات. إذن هناك تحالفات، مقتدى الصدر الذي يشارك هذه الشخصيات في العمل السياسي يشاركهم ولديه برلمانيين ولديه وزراء، يتحدث عن الفساد ليل نهار ويقول بأن التحالفات القادمة هي تنذر بعودة الفاسدين مرة أخرى. متى رحل الفاسدون لكي يعودوا مرة أخرى؟ هذا هو السؤال. معنا السيد عصام من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال أخي؟ أهلا وسهلا سيد عصام، تفضل. والله أخي إننا نألم لمصابي أخواننا السنة في العراق. نعم. والله نألمنا شديد، ولكن الأمر الذي يحيرني هو لما هذا السكوت؟ لما هذا الرضوخ؟ سكوت من؟ الأمر واضح، فإذا كانت الحكومة فاعلة للاحتلال هؤلاء الخونة، لما هذا السكوت ولما هذه لما هذا الرضوخ؟ أنا لم أستطع أن أفهم كيف يقتل السنة كل يوم على الميليشيات الجزيرية والميليشيات التيرية والحشد والكل يشارك في قتل السنة، ولكن السنة هم الوحيدون الذين يتغنون بالوطنية وبالشعب الشعب العراقي. إذا كان لكل فصيل في العراق وجهة هو موليها وطرف هو موالي، فلماذا لا يوالي السنة أنفسهم؟ هذا أقل شيء يمكن أن يفعلوه من يدافعون على أنفسهم. نعم. المنطق يقول من والى العدل فهو عدو، وليس كذلك؟ صحيح. فكيف لماذا السكوت؟ لماذا الصمت؟ كيف تشتمها المدن السنة جميعها ولا أحد يتحرك؟ ثم اتهموا السنة بالإرهاب. ما زال لدينا الأمل سيد عصام بأنه يكون هناك تحرك شعبي داخلي عراقي وخارجي كذلك دعما للقضية العراقية، على أمل أنه يكون هناك ضغط فعلا من أجل إزالة هؤلاء. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد عصام، كنت معنا من الجزائر. ونستمع إلى رأي السيد أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. حياك الله. الله يبارك فيك. حول الانتخابات والحكومة هاي العميلة، نعم، بس هي رسالة أوجهها للعراقيين بصورة عامة. هي هاي الحكومة قدمت العراق من بداية 2003 ولحد الآن. نعم. قدمت الوباء
والأمراض والقتل والإرهاب والكراهية بين هذا الشعب، المخدرات والتجار بالأعضاء البشرية وحبة بغداد. هاي أمريكا جبت لنا هذول الحزال السفلة والجرب هم يسووه، فهذول سفلة يا أخي سفلة. بس هي الموقف هو شنو؟ توعية للناس، يا ناس انتوا رايحين نحو المجهول، سو قاتلوا قاتلوا والله قاتلوا، كل شيء ما يخلصكم. هذول الأوبي هذول المعممين هذول كلهم سفلة. يعني يعني انت تشوف فيهم. انت تشوف ابو حسن ابو حسن انت تشوف بانه الحل عمل عسكري؟ والله العظيم كلها سهلة يا أخي، بس واحد يحافظ على كرامته يا أخي. والله العظيم ترى اندمح في العراق إذا ما تقاوم، والشعب العراقي إذا ما يقاوم ترى كلها سهلة والله، بس واحد يتكل على الله. هذول شنو هذول يخافون العراقيين؟ هذول جرابيع هذول. هذا كريم شابوري القدر لما يقول آلي أجيبهم بالقوة، شنو هو؟ شنو هو هو هذا؟ هو هذا الزبالة من الشارع. هم شنو هذول بالعراق؟ شنو أساسهم؟ هذول طيب. كانوا حالات بالشوارع بأي مكان. طيب قوموا يا عراقيين، حسوا على نفسكم والله تدمرون، حافظوا على الجيل الجاي ترى تدمرونه، لا تعليم لا صحة، ما يعطوكم كل شيء، والله سيجلكم لكم بلا إذا ما تقومون. والعراق ترى العراق إذا ما ينهار انتهى، لا تقولوا بأي محمد كلهم سفلة. شكرا أبو حسن. معنا السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير محمد، تحيه لك يا محمد. اهلا وسهلا، تفضل. تحيه لك وتحيه الكادر القناة، تحيه القناة الرافدية، تسمح لنا حيا الشعب السوري والشعب اليمني البطري. بالنسبه لموضوع الانتخابات يا محمد، نعم، هم مجرمين حرب هذول، والشعب اللي ينتخبهم مثل اللي يجيب عتاد الرع البندق ليرميه. هذول أصلاً المفروض يتحولوا محاكمة يا محمد، هذول مجرمين حرب كلهم. هذول عندك العبادة، هذا أنت كجرائم. يعني أمس شفت على قناتكم المحترمة صور ناس تحرق وناس، يعني هذول كلهم أتباع الخميني اللعين ابن اللعين. هذول كلهم مجرمين حرب، هم أمس دمار العراق. نعم ولازم يتحاكموا، احنا نطالب بمحاكمتهم. يوم سعيد نشوف الشعب العراقي منتصر إن شاء الله ويحاكمهم ويجرونهم بالشوارع. وتحية لك. صارت بغيرهم وتصير بيهم إذا الله راد. أشكرك أبو فيصل. إن شاء الله يا رب، بس وعد الشرفاء من العراقيين إن شاء الله. شكرا جزيلا أبو فيصل، حياك الله. طيب نستمع إلى يعني ما شاء الله رسائل كثيرة جدا وردتنا سريعا. أبو محمد الفيلي يقول من الكوت، السلام عليكم. الآن فرصة موجودة والشعب هو الذي بيده التغيير بعد التحالفات التي كانت عكس التوقعات تماما. حسبنا الله وقد بدأت الحرب في الشارع، والفقير هو المستهدف مثل العمال في ساحة الطيران. من هذه الرسالة سننطلق طبعا على الموضوع الثاني سريعا. صوتكم نجاح العبيدي يقول يا حيرة الشعب العراقي، إلى أي جهة يلتفت وهو محاط بالفاسدين والمجرمين والحشد اللاشعبي الذي نكل بالشعب الأعزل؟ ثم ما هذا التناقض في موقف السيد رئيس الوزراء؟ بالأمس كان يريد نزع السلاح من الميليشيات واليوم يحالفهم، يتحالف معهم. ألم ينتهي تقسيم الكعكة وهل بقي منها شيء؟ سؤال. أحد المشاركين يقول كل من يساهم في مهزلة، ابن ميسان يقول كل من يساهم في مهزلة الانتخابات ملعون في الدنيا والآخرة. ابن ميسان. السلام عليكم. إذا أردنا عراقا متحضرا وعراقا خاليا من المشاكل والتبعية الإيرانية، أنا أقترح ما يلي. طيب شوفوا الاقتراح يا جماعة. الأخ يريد عراق خالي من المشاكل وخالي من التبعية الإيرانية، فيقترح قاسم سليماني رئيس الوزراء، وهادي العامري وزير دفاع، وأبو مهدي المهندس وزير داخلية، وقيس الخزعلي وزير الأمن الوطني، ويقول في النهاية عاش العراق حرا أبيا. أي طيب. طيب نفتح الموضوع الثاني سريعا. 25 شخص 26 شخص لقوا مصرعهم، و95 شخص أصيب بانفجار مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد. المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن قال بأنه التفجيرين نفذا بحزام ناسف وسيارة مفخخة وسط
تجمع للعمال وسط ساحة الطيران. هذا أيضا توقعت مصادر طبية ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود حالات خطيرة بين المصابين. طيب بس خلينا نكمل قراءة الرسائل سريعا حتى نخلص من موضوع الانتخابات، وأي تعليق آخر سيكون بخصوص موضوع التفجيرات والوضع الأمني في بغداد. يقول أحد المشاركين سيد مبروك من الإمارات، تحية لك أخي محمد لقناتكم البطلة وكادركم الأصيل. يقول أخي محمد نوري يريد العودة للسلطة وإعادة الدولة العميقة، وما فعله في فترة حكمه من أفعال عديدة وتحالف الميليشيات مع العبادي لتتحدى الدولة لم يحاسبهم على أفعالهم بالأبرياء، ثم هذا التحالف تكرر في دورات انتخابية ويعيدون الوجوه التي نرفض وجودها في الحكم. أحد المشاركين يقول السلام عليكم قناة الرافدين المحترم أخي محمد، والله لو الأخوة المتصلين يتركون السب والشتم والابتعاد عن الطائفية. يقول أخي اتركوا هاي النعرة مع السنة والشيعة وإحنا كنا عراقيين، والله أنا متابع كل القنوات الفضائية العراقية، ماكو خطاب طائفي ترى بس متصلينكم، والسبب أنتم طيتوهم المجال إلى متى؟ وشكرا لقناة الرافدين زين العابدين الميالي من النجف الأشرف. شكرا جزيلا سيد زين العابدين. سيد زين العابدين حضرتك تباوع القنوات الحكومية ما راح تلقى بيها طائفية، ما راح تلقى بيها سنة وشيعة، لأنه الواقع يعني محجوب دائما. الطائفية التي زرعت 2005 و6 و7 التي زرعت بتفجير المرقدين العسكريين، التي زرعت عندما يقول نوري المالكي أنا شيعي قبل أن أكون عراقيا، التي زرعت عندما يتحدث المالكي ويقول خندق الحسين وخندق يزيد، عندما يتحدث قيس الخزعلي أو أوس الخفاجي أو قادة الميليشيات بما فيهم العامري والمهندس وغيرهم، عندما يتحدثون عن محافظات ذات غالبية سنية يقولون بأن هذه أورام سرطانية يجب أن تستأصل، عندما يكون صوت الشعب العراقي لأنه تظاهر من محافظات غربية فأصبح صوته فقاعة ويجب أن تنتهي، القمع، الشعارات الطائفية التي تخط على الجدران في المنازل وعلى المنازل والمساجد والمؤسسات الحكومية في المحافظات الغربية، دائما نرى حقد طائفي موجود عن طريق الانتهاكات التي تمت. قنوات الحكومية لا تنقل الواقع، متى رأيت قناة حكومية أظهرت عنصر من الحشد الشعبي وهو يقوم بحرق أحد المدنيين أو سحل جثته أو التمثيل بها؟ هل رأيت قناة حكومية عرضت عملية دهس الدبابة لأحد الأطفال في المحافظات الغربية؟ هل شاهدت هذه العملية باسم لبيك يا حسين ولبيك يا علي ولبيك يا زينب؟ وهل شعارات هاي اللي وذاهبون للتحرير وحماية الأعراض؟ أكبر قدر من الإجرام ارتكب في هذه المحافظات عن طريق الحشد الشعبي الذي ينادي بحماية الأعراض والابتعاد عن الطائفية، هذا الشعار، ولكن الواقع مختلف. عندما ينظر العالم إلى هذه الميليشيات بأنها ميليشيات مجرمة طائفية، هذا كلام العالم مو كلامي، هيومن رايتس ووتش تقول بأنه الحشد الشعبي ارتكب إجراما بقد داعش بقدر ما ارتكبه تنظيم الدولة. دائما نبتعد عن الطائفية ونحاول أن نبتعد عن الطائفية، ولكن عندما يخرج نائب سياسي يفترض أن يمثل جمهور، تقول هي نائبة تقول إذا انقتل 7 شيعة أريد ينقتل قدامهم 7 سنة حتى ترتاح. هذا النائب ممثل شعب وممثل دولة، شنو يعني تفسيرك لهذا الكلام؟ عموما نسمع رأي سيد أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك وقناتكم. حياك الله. أستاذ محمد هم من دا يحسون يعني طائفية. لا لا مو موضوعنا محمد. أم محمد مو موضوعنا. نعم إحنا نعم موضوعنا نعم انتخابات. العفو التفجيرات. أي نعم أعرف. بس هو هذا كله من سوى هو الحكومة دا تسوي. نعم. محمد هو من ينتخبهم؟ ما أنا ما أدري. أنا ما أشوف أحد راح يطلع ينتخب. ما حد راح ينتخب. أنت ما تنتخبين أم ناصر؟ أنت ما بس اسمحي لي. أنت ما تنتخبين بس موفق الرباعي يقول لك حنجيبك بالقوة غصبا عنك حتجي. لا ما حد يردون يقطعون خلي يقطعون، حتى الهوى والما يردون يقطعون خلي يقطعون علي. أنا آخر انتخبت بالعراق بكت صدام حسين، الحد هذا اليوم أنا ما منتخبه الحد بعد.
ما انتخبت احد، هاي الحكومه من جت اليوم انا ما منتخبه، بنستلم هي عندنا هاي الاوراق مال الانتخابات. يقول لك احنا ما نقبل هذا الجهد والتعب والمجهود في بناء هذه الامبراطوريه الديمقراطيه انه تنهار، انه تنهار ما يسمحون. يقول لك احنا عندنا اراده سياسيه اقوى من اراده الشعب، ما نسمح لك انه انت تظلين قاعده بالبيت ما تنتخبين. هذا راي سياسيين، هذا راي ناس تقول العراق بديمقراطيه. لا ماكو مقراطية استاذ محمد، ماكو مقراطية. شنو المقراطية؟ كتل بالناس، كتل بالشعب العراقي من ينتخب اصلا. والله لا، الله لا يرضى عليه كل من ينتخب، كل بيت عراقي راح يطلع ينتخب الله لا يرضى عليه، دنيا واخره وامانه برغبة كل عراقي انه يطلع ينتخب. اروح استلم ورقتي من اسمه من هناك من المركز، استلم ورقتي اروح بغداد استلم هنا واجي، والله ما انتخب لو يعلموني ورقه تمينيه خلي ياخذوها، الورقه غير البطاقه التمينيه خلي ياخذوها. انا افضل من اجيب من اجيب وست هذا اليوم ما مستلمه كيلو طحين، بس البطاقه دا اخذ كيلو طحين ما مستلمه من هنا انا جايه لليوم ما مستلمه كيلو طحين. اروح من اروح لبغداد اقول للوكيل يقول انتم ما تجون وقت طويل وذبيحه وماكو، هو شافوا يقول وهسه بالجديد، وهسه بالجديد هذا موضوع البطاقه الانتخابيه، امر من حيدر العبادي اللي ما يروح ينتخب او اللي ما يحدث بيانات الانتخابيه ما تطول بطاقه تموينيه. والله ما اريدها خلي ياخذوها. وما ماكو عندنا عيشة على البطاقه التموينيه، ماكو كل عيشة ما عندنا احنا على البطاقه التموينيه. هو العراقي العراقي سيد ست ام محمد، العراقي ما يدور المواد التموينيه، يحتاج البطاقه التموينيه لانه تلزمه بالمعاملات. نعم بس بالمعاملات. وهي هاي المشكلة. محمد والله العظيم ما مستلمين كل شيء بيها. هي هاي المشكلة، أدري، شكرا جزيلا أم محمد. المشكلة أنه المواطن العراقي لم يعد يأخذ شيئا من الحصة التموينية التي تعتبر هي مقررة له لكل فرد عراقي موجودة. ولكن الآن احتياج المواطن العراقي للبطاقة التموينية من أجل المعاملات من أجل المعاملات الحكومية. الذهاب إلى مؤسسة حكومية وإجراء أوراق أو معاملات يحتاج البطاقة التموينية، ولا أعلم ما السبب، ما سبب احتياج البطاقة التموينية حتى يذهب ليجري المعاملة ويتم تتم المعاملة. سيد أبو ناصر من تركيا باختصار شديد، أبو ناصر لأنه حقيقة عندنا رسائل كثيرة جدا، تفضل. عفو أعتذر من حضرتك. حياك الله. عليكم ورحمة الله. نحارب الفساد ونقضي عليه، ونحارب الإرهاب ونقضي عليه. التوقيع حيدر العبادي. وهسه يتحالف ويا الفاسدين والارهابيين من مثال هادي العامري قيس الخزعلي، هو كل زين يعرف شنو اللي سواه ميليشيا بدر وميليشيا العصائب. اذا تبين كذبه وخداع على الشعب ومستعد يبيع كل شيء والتضحيه بكل شيء في سبيل البقاء في منصبه. صحيح. راح تبدا من جديد وهي مستمره طبعا سلطه الميليشيات، ومثل ما يقولون راح يصير باسم القانون. إذا كان سابقا يقولون عندنا أمل بإصلاح الأوضاع للأحسن، هسه خلي يتهيئون للدمار ويتهيئون للقتل والاعتقالات. وبالمناسبة بدأت التفجيرات وهاي شفناها. صحيح. قبل كل انتخابات تصير. لا وهم قاموا يخافون من أي تجمع، فلا تستبعد إنه استهداف العمال في ساحة الطيران لأنه كانوا متجمعين طقت بهم عبوة. أي أكيد أستاذ محمد، وطبعا الإرهاب راح يزداد من قبل الميليشيات وأي مواطن يعترض. هسه بالجديد حيدر العبادي شو يقول لك بالجديد؟ احنا سخرنا الاجهزه الامنيه حتى تلاحق الخلايا النائمه. طبعا هذا الموضوع يرجع للمخبر السري، فحضرتك قاعد يعني اتمنى لكم السلامه جميعا لكل العراقيين في بغداد وفي باقي المحافظات. العراقي قاعد في بيته فجاه لقى نفسه صار بالمعتقل لانه وشايه بانه هذا كان مرتبط بالتنظيم. إلى أن رب العالمين يفرجها عليه وتثبت براءته يكون هو ماكل كتل. تأكيد بالتأكيد أستاذ محمد. وبعدين عندنا السيستاني ساكت يا سبحان الله، هو يعرف كل شيء، يعرف الميليشيات ورابط أمام الرضا. لا يطلع ويقول السنة أنفسنا، هذا الكلام مجرد أمام الناس. لم يطبق على الأرض، لم يطبق على الأرض. ما طبق لأنه هو من يجتمع بهم بالتأكيد يقولهم وياكم روحوا تردون تسوون سووا. هو اللي قاعد يقولهم استمروا بالشيء اللي تسووه. بالمناسبة الفاسد والمجرم موفق الربيعي من يقول نجيب الناس بالقوة ونخليهم يشاركون بالإدلاء بأصواتهم. طيب أخي والله العظيم الله شاهد علي، أنا حضرت انتخابات مو ما حضرت، لكن أنصح الناس إذا صلوا يأيدوني بهالفكرة هاي، كل ما أروح انتخاب أستلم بطاقة الناخب وأطب
بالمكان المخصص اخلي عليها علامه اكس واكتب كلكم فاسدون، خلي احافظ على البطاقه التموينيه. والله العظيم ربما فكره ابو ناصر، فكره للمجتمع اذا سمعتوا راي سيدة ابو ناصر، احط اكس على البطاقه الانتخابيه واكتب كلكم فاسدون. اقسم بالله العظيم، وهسه الاذان دا ياذن عندنا هنا بتركيا، اقسم بالله العظيم هذا اللي سويته انا كل ما اروح احضر انتخابات. شكرا جزيلا ابو ناصر، اشكرك. ابو عارف ابو حيدر من بغداد، السيد ابو حيدر من بغداد يقول: اخي الان يجري توزيع اجهزه موبايل صينيه مقابل شراء اصوات الناخبين، وهناك سباق على هذا الموضوع بين الكتل، والمنطقه التي تجري بها هذه الامور هي مدينه الصدر ومناطق اخرى بمدينه الحله. انا بس فكره وردت وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا لا نضحك نحن على السياسيين؟ لماذا ظللنا او يعني استمرينا في هذه المشكله، مشكله انهم هم الذين يضحكون علينا؟ اذهب الى هذا السياسي الذي يقوم بتوزيع هدايا علي او بتوزيع البطانيات او الاكل او غيرها، اخذ اللي اخذه ولن انتخب، لن انتخب هذا الفاسد ولا غيره من الفاسدين. لانه كما ذكرنا سابقا، اعطاء موبايل او اعطاء يعني اكل او لبس ملابس او بطانيات او تدفئه او مروحه او غيرها، هذه امور وقتيه، امور يستطيع المواطن العراقي ان يشتريها بعد ان يكد ويتعب في العمل، يستطيع ان يحصل على هذه الامور. ولكن ان تمضي من حياتك 4 سنوات وانت تسرق ويلقى بمزيد من الديون والقروض، طبعا هذه بفوائد، على ابنك وابن ابنك والاجيال القادمه، أنت تدخل مجتمع كامل عندما تذهب لتصوت إلى فاسد، ومن يوجد في السلطة حتى هذه اللحظة طلعوا منهم واحد شريف، عد روحوا انتخبوه إذا لقيت واحد شريف. الكل موجود في السلطة الآن يعترف بأنه مرتشي، يعترف بأنه سارق وفاسد، كل من في السلطة يعترفون بأنفسهم أنهم فاسدون، فعلى أي أساس أنا أروح انتخبهم؟ على أي أساس؟ ليش أضيع حقي وحق غيري بأن أروح أنتخب واحد يقول لي غصبا عنك حاجة أدخلك للانتخابات؟ أنا إرادتي أنا كسياسي أقوى منك أنت كشعب، وأنا عمليتي السياسية ما أسمح أنه هي تتدمر. كيف أرضى بشخص يتحدث بهذه اللهجة؟ كيف أرضى بشخص ميليشياوي أن يكون في منصب وزاري؟ كيف أرضى بالعامري؟ كيف أرضى بالمهندس؟ كيف أرضى بقيس الخزعلي؟ كيف أرضى بهذه الجماعات؟ كيف أرضى بيستمر مقتدى الصدر يتحدث عن الفساد ومحاربة الفساد وهو يشاركهم في عمل فاسد؟ كيف أرضى؟ 26 شخص قتلى، 95 مصاب، تفجير في منطقة جميلة، تفجير في ساحة الطيران، هناك محاولات لضغط على المواطن أكثر وأكثر بالنسبة للانتخابات القادمة. نتمنى السلامة للجميع ونترحم على القتلى الذين توفوا. مشاهدينا الكرام، في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى اللقاء.